Hello students from BTC Academy, hope that you are all safe and doing fine. Today we are going to solve Microsoft Word Activity 2. بالActivity 1 حلينا احنا التكست وصلنا ل Step 9 لأنه Step 10 هي فعليا كانت Save Your File. So اشتغلنا على Home tab. حنشتغل هلأ شوي بالPart 2 على زيادة على Insert tab. حنشتغل على Header, Footer, Table. حاشتغل على الديزاين، حاشتغل على البيكتشر بنفس الوقت واكيد حقله سيف. سو حبلش حل انا من ستيب 10 لل 15. حروح افتح الفايل لانه حعمل مينيمايز لهي، سيبنيها نحن نيم سكيلز اكتيفيتي، اوكي؟ اذا لا اكيد بفتح مايكروسوفت وورد كنترول او بتبين عندي او ريسنت فايلز. فتح الفايل عندي صح، جيت انا هلا لبلش بستيب 10 لشو شو بتقلي. Insert a header with the word fun with the sports left aligned and footer with the date right aligned. So بنعرف نحن انه اول كلمة عندي هي insert، so اكيد حتكون بالinsert tab. جيت انا على الinsert tab، بدي استعمل اول شيء الheader. ليش بستعمله وشو بستفيد فيها؟ بعرف انا انه for example اذا بدي اكتب title، اذا بدي اكتب اسمي على كل البيجز وعندي انا 50 صفحة، ما في داعي اني انا انزل على كل بيج واقول له انه بهاي البيج اكتب لي اسمي اكتب لي اسمي. نو اوتوماتيكلي بحطها اونلي وان تايم يوزينج ذا هيدر، اوكي؟ اوتوماتيكلي هي بتبين على كل ما عملت انا انسرت لنيو بيج. سو حاجي انا هلا على الهيدر، ملاحظين انه ما حدد لي اي ستايل بده، اي اللي بس insert a header with the four with the word fun with the sports. سو اكيد حتكون بس تايتل كونتنت بس كبس عليها، اكيد ما بدي هاي، اوكي؟ سو ما محدد لي، مش محدد لي هو اي ديزاين بدي اي ستايل. فانا اي اول وحده لانه بس عندي انا كلمه واللي هي fun with sports، اوكي؟ اي اللي شيء عن alignment left aligned yes. سو حتكون اكيد مزبوطة left، خليتها عندي، اوكي؟ حيجي انا هلا اقول له كفي step 10 and footer with the date right aligned. سو الهدر بتكون بأول بيج من فوق top، أما الفوتر بتكون bottom، بدو بس فيها الديت، أكيد حتكون عملت اليمين، أوكي؟ for example حنشوف بعدين نحن كيف صح نعمل insert للديت، بس ولكن حكتب أنا هلأ بس كلمة date، أوكي؟ أكيد عادتنا حتكون date أو اليوم اللي تحل فيه الactivity. so أنا عندي هلأ حكتب كلمة date، بعدين نتعلم كيف نحن نعمل صح insert للdate. حيجي أنا هلأ قله كبس عليه، حفوت أنا على الهوم حقله أكيد right aligned، عملت يمين خلصت عندي صح. جيت أنا هلأ ل step 11 create a table for different kinds of sports that has the 3 rows and the 3 columns. حجيت حيجي أنا زيد table حقله insert tab. عندي أكثر من حل لحتى أنا زيد التابل، ممكن أقول له أنا insert table وممكن بنفس الوقت نقيه من هون، بده هو 3 colors and 3 rows، أوكي؟ so وممكن بنفس الوقت أقول له أنا insert table بدي أنا 3 colors and 3 rows. بالغلط حطيت أنا 2 وقلت له أوكي. so بكل بساطة بدي زيد بعد row، كبسة اليمين عليها، فوت على insert بقول له column أو row below، أوكي؟ below هي تحت، so حتكون تحت. اذا انا بدي اقول له بعد بدي column كبسة يمين كمان insert، بقول له انا هلا column to the left او right مثل ما انا بدي امحيها، اوكي؟ سو بكل بساطة بعلمها من فوق وبقول له انا backspace ومحي لي اياها، بخدها بهيدا الشكل. ملاحظين اي اللي بقلبها لازم اكتب انا athletic kinds او هون in the first row you will have the following headings. So a kind of sport, number of players and the playground area. So kind of sport. Number صح. Number of players. And the playground. حيجي انا هلا قلن for example عندي انا kind of sports A B number of plays عندي اياهم 6 7 playground X and Y، اوكي؟ جيت هلا انا بيقلي صح،
in the design the first row as waved and color the table cells that have the sport names in different colors. So هيجي أنا هلا إله إنه for example عندي أنا كيف بدي لونه صح automatically بس اكبس عليها بتبين عندي أنا table tools كبس على table tools عندي أنا layout وعندي design layout هني الزيت اللي كنت جيبه من شوي بكبسة اليمين كيف تفوت على الانزر تزيد سل او تقسمها او هالقصص for example بدي اقسم هاي السل كبسة اليمين عليها split cells بدي اقول له حط لي بقلبها 3 columns وحط لي 1 row او 2 rows for example وقلت له اوكي قسم لي هاي السل فعليا اوكي سو جيت انا هلا بدي اجمعهم كبست عليهم كلهم كبست merge and cells جمع لي او كلياتهم بسل وحدي هيك كيف بتعامل انا شوي مع هيدي السل من هون انا في نقي الستايل للتابل وبنفس الوقت هون ليش محدد لي اياهم فور اكزامبل اذا ملاحظين هون شوي بهاي بس شيل انا بس شيل الهيدر اوكي سو اوتوماتيكلي هذا الخط بيمحى عندي او بصير اد ايفن بنفس الوقت اذا انا جيت شلت الفيرست كولم ملاحظين بهذا الشكل بيعلم لي اياها وبس ستايل اللي عندي اياهم انا للتابل اوكي حاجه الشيدنج هي بتلون لي سو كبس انا هيدي السيل فور اكزامبل لونتها بهذا الشكل مثل ما انا بدي خلص من الصح جيت انا هلا بيقول لي بعد ما عملت انا فيرست رو ويف كيف بعملها كعلمتها كبسه اليمين حفوت انا على التيبل بروبرتيز صح هقول له انا هلا بورجر اند شيدنج اوكي هونيك كلهم للسل مثل ما شفناهم من شوي فت انا على البورجر اند شيدنج قلت له انه بدي انا البورجر اللي قلها ويف يعني فور اكزامبل ذس وان كبست عليها بتطلع بهذا الشكل كبرت الخط اللي قلها شوي اوكي وقلت له انا هلا اوكي بعد اوكي طلعت هذا الشكل بس ل first row خلصت من الصح ولو wanted the cells هيك بتعامل مع التابل بيقول لي insert a picture البيكتشر انا فيروح انا هلا على paint for example كبس paint جيت انا هلا قلت له حنعمل for example football او حيلا يلا الشيء صح كيف مهم مهم تطلع عندي بيكتشر لتعلم كيف اعمل له سيف از اوكي دان جيت انا هلا قلت له فايل سيف از سميته فور اكزامبل بول بالداسكتوب وقلت له انا سيف بين اسمه بول صح جيت قلت له اكس كلوز حزيده هون حروح انا هلا قلت له انسرت لا بيكتشر بالداسكتوب حاسحب انا هيدي البول اللي موجوده عندي دبل كليك عليها اكيد بتبين هون ليتر حنتعلم ان شاء الله كيف نعمل لها كروب صح وكيف انا اتعامل مع البيكتشر تول حنزيد عليها كمان الشيب اوكي هيك فعليا بكون انا خلصت اغلب الاشياء من الانسرت تاب حنزيد نحن شوي نتعامل مع نكست تايم ان شاء الله كفر بيج حنتعامل مع البيكتشر صح حزيد الانسرت للديت اوكي سو اكيد بس خلص هلا باخر ستيب اللي عندي بيقول لي سيف يور فايل اوتوماتيكلي بكبس بس على الفايل هون بقول له انا سيف لحتى لانه مش حاعمل انا تشينج للوكيشن اند نيم ثانك يو فور واتشينج ويش يو اول ذا بيست سي سيف اند جود باي